حسيت حالي انه غنيت منيح ولا سمعت صوتك كثير حلو. انا حسيت حالي غنيت منيح انه ما حسيت في شيء كثير اوفر يعني مقدمه ما كنت قلت له لا انت ما كمان مي ما انا استغربت منه الكل تقريبا الكل ما قال عليهم كلمه منيحه انا والله كاتب علي اشياء كثير حلوه مثل باقي ممثلين انت ممثلة قال لي ويا لقيته كاتبها عشان هيك بضحك ايه بعرف قال لي بتلاقي ممثلة كثير حلوة ايه عن جد قال لي بس كنت كاتب بس كنت خايفة كثير خايفة عن جد ايه خاف من التابلون مش من التابلون والله مش بس من هذا الشيء بالعكس لو ما كنت متحمسة ما بطلع اقدم هيك يعني بهذا كنت ما طلعت كنت وقفت محلي وغنيت صراحة تعبان؟ تعبان صوته تعبان فكر بإيفون شو رأيك فيي أنا؟ ما عاد فيي استحمل والله ما فيي استحمل بيارة كنت عاطلة؟ هايدي شو محلات زحط؟ هايدي والله الالبيز رايح كان رايح ما كنت عم بسمع شيء بطلع نام مبلا زعلان ما تقلي لا عبت صراحة نوم عملت افور قلت كيف؟ انه نوميني وهيك ودرات توب فايف توب فور بس ما رح تطلع نوميني اكيد ماشي عن نوميني هي ما بقى انا ما عم فكر بقى انه اذا بطلع نوميني ولا لا بفكر انه اذا بتقدم انا اذا عم بستفيد ولا لا انه بعدني جقرت على الكاميرا مرتين ثلاثة تعبانين عيوني كنت متضايق من الضوء كثير مشان هيك عملت هيك غنيت عادي ما غنيت شيء حلو يعني غنيت واو غنيت منيح الله يهديك ماشي كنت متوقع انه وبننسي انا انه غني احسن من هيك عرفت كيف؟ وحيات انا والعضله طلعت على مسرح وحيات العضله انا فكرت حالي عم اطلع هيك انا مش مركز بالكاميرا عم ركز على الكلمات ما خايفين فوت غلط قلت له نسيت ما نسيت ولا حتى كلمه غلط بس انا عطلان هم قد ما عطلان هم كنت ما بس ما بعرف يلا معلش مرت الجاي بدنا نحسن برفورمنس خلص شو بك يا دينا معلش هاي مسحهم هايدي اللي كبت مش انا شو بيأثر دينا بس انا هلا وصلت لهون ما في ولا بدي بعد مش هيك انا ما هذا القهر انه بدي بعد انه في استلج ما انه في واحد يستلج بس انه ما بدي ضيقت من حكيو بس ما ضيقت انت من حكيو ما كنت ابغى اسمع تراجعت فهمتي بس لانه الاغنيه كانت صعبه كثير هاي دورها بتعرف شو اللي فوتك بالحياه؟ ها؟ بتعرف شو اللي فوتك بالحياه؟ انه محل فرقت ما هو لانه وقتها فرق نسيم فرقت انت بس مش اكثر غير كل الغنيه كانت ظابطه معك يعني اذا ملاحظ انه ثاني مقطع احسن من اول مقطع المشكله سبا عادي انه كلنا غلطنا انت انا نسيم مين كمان حنان كلنا غلطنا كلنا ما بأثر انا فاهم بس انه انا بفرق معي بفرق انه كنت منيح كثير قبل انه على قد ما اشتغلت على الاغنيه كثير تعبت فيها كذب كثير كثير صعب عليك انه انت وأنا اول شيء منا لهجتك وثاني شيء ايد صعوبه اول شيء تحفظها عن جد انه برافو عملت كل هالافور تقدر تحفظها عن جد مش عم بمزح برافو عليك انه غنيت هيك انا بالنسبه لي برافو كثير عليك انه غنيت هيك انا عارف انه حلو اني غنيت وكانت تحدي انا عارف انه كانت تحدي فهمتي وغنيتها بس انه ما حسيت اني غنيتها بال
كيف اقول لك انه احساسي يعني. اي باحساسي انا وكان اديت الاغنيه فهمتي وكنت خايف اكثر شيء انه تعرفين يعني بغني مع البيانو والحالي بس لايف انا هو يعني بس ما في شيء ما في شيء لك شيء هذا الشيء قطع خلص روح انت فكر هلا بايفونك بعدين انا عارف بس ما كنت يعني ابغى احط نفسي فاهمه كيف انه أنا بنفسي أنا بنفسي إنه على قد ما تعبت واشتغلت على الأغنية كنت كان نفسي تطلع كنت نفسي أدخل فيها بالتوب فهمتي كثير تمنيت إني أدخل فيها بالتوب على قد ما تعبت تاخد غنية كثير قوية بس إن شاء الله إذا ما أخذت إن شاء الله خير إنه المشكلة الحين إنه بالمنافسة فهمتي بالتكة بيركزوا عليها وكان دخلتي الأخيرة على فكرة حقت مجدنا وعهدنا هذه ما كانت أساساً المفروض أنا اللي أقول بس وقتها تطلع مرتين نومينيه خايف من ثالث نومينيشن ولا ما حدا وما حدا بوضع يعني بالعكس أنا إذا بعرف فلات في جمهور بيحبني برا ما بخذلهم كيف يعني ما بتخذلهم؟ مش بخذلهم ما بزعلهم إنه عارف إنه أنا قادر يعني عندي نسبة تصويت عالية ليه ما بستفيد منها بالفينال عارفة انك انت من اقوى جمهور عرفتي كيف؟ لو انا محلي عندي جمهور اوكي مش عندي جمهور لازم اعمل لازم تركزي كمان اكثر